خلف هذا الرجل، خلف هذا الإنسان الذي أنقذ مصر، هو المنقذ في 30 يونيو، هو المنقذ للشعب المصري والمصري. أتمنى أن نقف خلف هذا الإنسان ونؤازر ونشق الأزرق وأن نعمل من أجل نجاحه. أنا سعيدة بوقوفي أمامكم، أتمنى للشعب المصري التوفيق، أتمنى لسيادة المشير التوفيق، تهنئة مني لسيادته في هذه الرتبة، وإن شاء الله قدمنا التهاني والتباريك أنه يصبح زعيما للأمة ورئيسا لمصر.